اهلا بكم في قناة فكر الاباء. خبر حزين جدا هو هجوم احد الاشخاص على كنيسة الجلد الاثرية بطريق الالام بالقدس. طبعا كلنا اول ما عرفنا الخبر ده اتضايقنا جدا، لكن نشكر ربنا ان الحارس الخاص بالمكان تصدى لهذا الشخص. في الفيديو ده بنعمة ربنا هنعرض لحضراتكم الفيديو للواقعة اللي حدثت، وفي نفس الوقت هنعمل لقاء مع الحارس اللي لولا تدخله كان ممكن الأمر يزداد تطورا. طبعا الشخص ده قام بتحطيم تمثال السيد المسيح في كنيسة الجلد الأثرية. هنسيب حضراتكم مع فيديو للواقعة، وبعدين هنشوف مع بعض اللقاء مع الحارس اللي أنقذ الموقف. أنت مش شرطة طلع. يا أبو أبطال. فضل بوليس. ولا بوليس. Exodus chapter 20. Gosh, you're strong. Exodus chapter 20 says, you cannot have idols. You can't have idols in Jerusalem. This is the holy city. Let me get my kippah on. Chef. يا عم خلع الفلوس. خلع المدير. بعد ما شفنا الواقعة هنسيب حضراتكم مع لقاء مع الحارس اللي تدخل وانقذ الموقف. اسمك وعمرك وش تشتغل؟ هذا مش مقابلة، هذا مش مقابلة. انا ماجد الرشي من البلدة القديمة، حارس الكنيسة هون بشتغل. بدي تحكي لي بالضبط شو اللي صار معك مع ما تقول الشرطة انه سائح يهودي. انا بشتغل حارس أمريكي. انا حارس هون تقريبا 20 سنة الي. هذا الشخص شفته عدة مرات بكون مع المستوطنين في الطريق هان بالشارع. للأسف اليوم إجا ودخل على المكان المقدس هي كنيسة الحكم، المحكمة اسمها هون، بهذا المكان حكم المسيح. من هون حمل الصليب. لما تدخل على الكنيسة كان في مجسم للمسيح بعد الجلد بحطوه مع كليل الشوك، كان طالع بحدود متر ونص مترين وعم بكسر بالشاكوش في المجسم. لما جيت عليه في تمثال السيد المسيح، تمثال المسيح عم بكسر فيه بالتمثال. لما جيت عليه صار بده يضربني بالشاكوش، انا نزلته من فوق. لما نزل من فوق في معاه شنطه كانت على الارض، كان بدي افتحها بعرفش شو طول منها، قدرت اني امسك ونسيطر عليه. واجوا الخوارنه واتصلنا على الشرطه واجوا اخذوا الشرطه. تورجينا وين بس صار معك بالضبط ال وين كان يكسر تمثال السيد المسيح، بس نشوف من فضلك وين. ايوه هان المجسم كان محطوط، التمثال تمثال كبير نفس التمثال الموجود هون محطوط هون، كسره كله. كان طالع لفوق عم بكسر فيه، ابع السلك اللي وراه كان ابع السلك، لما جيت سحبته مسك في المجسم نفسه ونزل هو المجسم على هون. لما نزل هون وقعنا احنا على بعض، كان في معاه شنطه هون، نط على الشنطه بعرف شو بده طول من قلبها، مسكته وضليت اسيطر عليه عبر ما اجوا الخوارنة واتصلوا بالبوليس واجا الشرطة اخذته من هنا. يعني بالضبط بدي بس ماجد امشي معي ورجل، يعني التمثال اللي كان زي هذا التمثال؟ هذا التمثال. طب ليش انتوا يعني بدون صليب؟ بدون صليب. هذا المكان مقدس، هذا المكان مقدس. بعد ما انجلد المسيح حطوا له كليل الشوك، اجى لهذا المكان المقدس اللي هي المحكمة. لما جابوه لهون كان مع كليل الشوك، تم الحكم عليه بهذا المكان بالصلب، انه يحمل الصليب. اذا بتشوف كله تماثيل بشرح عن القصه، هون عم بيحملوا الصليب للمسيح، شايف كيف؟ مع كليل الشوك، هون كان المجسم اللي اتصلوا،
وهون حمل الصغير وطلع فيه طريق الالام المرحله الثانيه هاني المرحله الثالثه 14 مرحله. هذا مكان مقدس للمسيحيه الكاثوليكيه اللي بيجوا من كل العالم الكاثوليك من هذا المكان بيعملوا ضرب الصليب. للاسف لما اجى طلع لهون وكسروا وكان منيح بالشاكوش بالشاكوش كان ناوي يعمل مصيبه هون. الله بيعلم هلا فيما بعد فهمنا انه كان حاطط ماده كربونيه اللي اذا البودره بتشتعل فورا. يمكن كان هيك عشان هيك بدي افتح الشنطه اللي قدرت امسكه وشايفين كل هذا اللون الحيطان محطوط هون. طب بدي اسالك سؤال مالك، بيان الشرطه الرسمي بيقول انه هذا مختل عقليا، يعني زلمه بيقول انه مختل عقليا، بيان انا شفت البيان تبع الشرطه، انا كصحفي بسالك، انت حسيت انه هو مختل عقليا؟ بني ادم طلع علي دائما هم لما شيء بيخزي لهم بيكون مختل عقليا، يعني مش اول مره ولا ثاني مره ولا 10 مرات. ترجع للتاريخ كل اللي بيعملوا مصايب حتى اللي سووا المزرعه بالاقصى قال مختل عقليا. نفس الشيء واحنا الحمد لله قدرنا نلحق اليوم ما يعمل مصيبه كان هون. انت اليوم انت صرت مشهور كل الصحافه وكل هذا الشغل. انا لو بشتغل شون كمان ولقيت بكون مارق باي مكان نفس الشيء رح اسوي، مش بس انا، اهل البلد اهل القدس كلهم هون اخوجيه، ويعني بالنسبه لهم هذه الشغلات ما بفكروش مرتين بهذا الشغل. بغض النظر شو الديانه بالضبط بالضبط، يعني القدس القديمه كلها مكان مقدس اصلا بالضبط. شكرا، الف شكر، يعطيك الف عافيه. لو الفيديو عجبك مش تنسى تعمل لايك ومشاركة علشان يوصل لكل الناس.